لها مسميات كثيرة، سوزوكي دباب أو سوزوكي بيك أب، عدة مسميات، لكن في النهاية سوزوكي كاري 2023 من صالة نجيب أوتو كيلا بالمملكة. نستعرض مع بعض تفاصيلها ومواصفاتها بشكل كامل، فخلونا نبدأ بهذه التغطية. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا غاليين. تغطيتنا لليوم من صالة نجيب أوتو وكيل سيارات سوزوكي بالمملكة، نستعرض مع بعض سوزوكي كاري 2023، أشهر سيارة دباب عندنا بسواقنا، نسميها دباب بشكل عام، لكن كمسمى للسيارة أكيد بسوزوكي كاري. طبعا تعتبر من أكثر السيارات مبيعا بين السيارات اللي هي بيك أب والشاحنات الخفيفة. طبعا حاليا منافساتها أغلبها سيارات صينية، لأنه باقي السيارات اليابانية تعتبر ما عندها هذا الصنف في أسواقنا. غير كذا موجود من كيا بيك أب بنفس التصميم هذا، لكن أشبه بالدينا، نقدر نقول سيارة من ناحية الشاحنة كأكبر من ناحية الحجم. لكن بشكل سريع، هذه السيارة تتميز بينها اقتصادية، غير كذا حجم السيارة جدا مناسب. طبعا تواجدي اليوم في صالة نجيب أوتو لجل إني أصور هذه السيارة، بصورها لكم بإذن الله بعد شوي، لكن قلت أخذ لي فرة على الدباب بحكم إن السيارة بأخذ فيها كم دقيقة كذا بشكل سريع، بعد كذا نتفرغ لهذه ونصورها لكم بشكل كامل. طبعا سوزوكي كاري محركها 1500 سي سي تنفس طبيعي، جاية السيارة طبعا بنظام دفع أكيد نقول خلفي. استهلاكها بالبنزين ممتاز بلس، بنزينها 91. طبعا قبل ما نبدأ هذه التغطية ونتكلم عن تفاصيلها بشكل كامل، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالأيام الجاية. نجي للتصميم الواجهة الأمامية. كالتصميم في الواجهة الأمامية، خلونا نغير لكم العدسات. هذه الواجهة الأمامية، إضاءتها طبعا كلها هيلوجين بالنسبة للعالي والواطي، متوسط الشبكة الأمامي شعار سوزوكي، وهذه المساحات السيارة مثل ما أنتم ملاحظين من ناحية الأوبشن تعتبر بسيطة أو مواصفاتها قليلة بمعنى أصح. وهنا تقييم استهلاك البنزين فيها، وهنا الجزء الجانبي. من الحاجات اللي تميز هذه السيارة بإمكانك تفك كل الجوانب، الجوانب كلها تنفك من جميع النواحي. حياك غالي، الله يسعدك. وهنا بشكل كامل طبعا ما شاء الله مساحة الصندوق ممتازة جدا، خاصة انه ما فيها الانحناء اللي يكون هنا بالعادة في سيارات البيك اب بحكم الونيت اللي هو الكفرات، لكن هنا ما شاء الله المساحة ممتازة جدا مثل ما انتم ملاحظين. هذه المساحة الداخلية، ونجي للمقصورة الخلفية او المقصورة الخلفية، ما فيها مقصورة خلفية، هنا تانك البنزين. ونشوف مع بعض تسعيرة السيارة، أتوقع سعرها يوصل 59,000، من دون الضريبة نتكلم عن 52,000 ريال، وهنا سعر الضريبة، وهذه تفاصيله اللي حاب يصور الشاشة. وهذه بشكل كامل، طبعا ما شاء الله الريش من تحت، هذه الريش طبعا فيها شناكين ما شاء الله، خمس الخطاف خمس عددها بهذه الناحية، طبعا تفكها من جميع النواحي. خلونا نبعد هذه شوية ونشوفها بشكل كامل. هذه المقصورة الداخلية، انتبه ترى وراك قزاز، فلا نروح نحك السيارة ولا شيء. طبعا هنا مساحة تخزين مثل ما انتم ملاحظين، السيارة ما فيها درج لكن فيها مساحة تخزين. وهنا الكراسي طبعا نوعا ما من شخصين الى ثلاث اشخاص كأقصى حد، اكثر من كذا شكرا. المقابض طبعا اغلب الاجزاء فيها بلاستيك مع حديد، بلاستيك وحديد. اما بالناحية الجلد فما فيها جلود. هنا التجهيزات الخارجية والداخلية بشكل كامل. نجي لناحية السائق، طبعا الحين تلاحظون طبعا المحرك ما هو موجود بهذه الناحية، المحرك موجود بالداخل. نفتح غطاء المحرك طبعا هنا بالأسفل، أسفل الكرسي، بإمكانك تفتح إذا فكيت هذه المسكات بإمكاننا نفتحها بالكامل. للأمانة ماني ملاقي مكان
غطى المحرك. اللي يعرف وين مكان غطى المحرك، مو غطى المحرك، مكان الريتر، يكتب لنا في التعليقات حتى نشوف بشكل كامل. طبعا هنا المقابض الداخلية مثل ما ذكرنا، صوت السيارة البوري، تراكشن هنا، مانع الانزلاق، احزمة الامان طبعا فيها تقريبا حزامين، نعم حزامين، يعني السيارة تتحمل 5 اشخاص. هنا ناقلة حركة يدوي، فيها مسجل، هنا تشغيل المكيف، طبعا السيارة مكيف، الدركسون اكيد يكون هواء او باور. فاذا جينا للمحرك، نتكلم عن محرك 4 اسطوانات دفع خلفي 1500 سي سي، نتكلم عن عدد الاحصنة فيها بالضبط، نتكلم عن 95 حصان، والعزم نتكلم عن 135 نيوتن، مرتبط بناقل حركة 5 سرعات. فحبيت اني اغطيها لكم بشكل سريع، نشوف مع بعض تفاصيلها ومواصفاتها. واخيرا رجعت الكهرباء، انطفت الكهرباء والحين رجعت. فاتمنى الضغط على نالت اعجابكم، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمنا بلايك، واكتبوا لنا في خانة التعليقات وش السيارات اللي تبغون نستعرضها لكم بالايام الجاية. في امان الله. طبعا عشان بعض الناس يبغون يشوفون وين الكبوت، الحين بنشوف مع بعض هنا بشكل سريع بعد السيارة. وهذه هنا موجود مكان لفتح غطاء المحرك، مو المحرك، كل شوية يقول نفس العبارة غطاء المحرك ومو المحرك، بتلقى هذا المنظر، لأن المحرك بأسفل المرتبة. طبعا هنا الميني فان صورتها لكم من شوي، اللي حاب يشوف التغطية في خانة الوصف. في أمان الله.